Brain 4, Unit 8, listen to. Repeat after me. Trip. Dessert. Beach. Octopus. Meal. Lovely. Song. Damietta. Frozen yogurt. Bone. Dish, deep, movie, ice cream, healthy, candy, sick. Remember important expressions and prepositions. <coughs> Taste horrible, live by the sea. go again soon خلي بالك كلمه باي هنا معناها بجوار ممكن تيجي بمعنى بواسطة I go to school by car أروح المدرسة بالسيارة باي هنا معناها بواسطة ماشي؟ وبتيجي بو... مثلا I do my homework by myself بنفسي A day to remember get wet catch a fish كاتش هنا معناها أستاذ طب كاتش اباس كاتش افيش كاتش اباس يعني يلحق الاتوبيس طيب كاتش اثيف يقبض على الحرامي تحت هنا بيقول لك ايه بقى هنا في بعض الجمل الجمل دي يا ده دكتور لو بتساعدني عشان لو جاني باراجراف عن اتريب تو ذا سي رحله للبحر garden words كلمات الشديدة بتساعدني في كتابة الparagraph weekend nice time fish octopus deep blue الجمل دي بنحاول نحفظها ولو حفظتها يبقى أنا كده خلاص حفظت الparagraph we went to the sea last weekend ذهبنا إلى الشاطئ إلى البحر نهاية الأسبوع الماضي we swam and had a nice time سبحنا وقضينا وقتا ممتعا we saw fish And an octopus in water رأينا سمك وأخطبوط في المياه The water in the sea was deep and blue المياه في البحر كانت عميقة وزرقاء في هنا كوز على الكلمات My dad caught a fish and made a lovely بابا استاد سمكة وعمل ايه جميل a lovely dish dish هنا معناها وجبة ولا song أغنية ولا summer صيف ولا month شهر لا هي تبقى dish number 2 they had ice cream for هم تناولوا الايس كريم for homework للواجب ولا for dessert للتحلية ولا for soup للشربة ولا لا for dessert الأخيرة هي للتحلية والdessert to be صحرة طبعا هتبقى الايس كريم for الديسيرت الأخيرة وخلي بالك لما نيجي نحل ممكن يحصل الخطأ اللي أنا وقعت فيه دلوقتي وهو بيبقى متعمد يعملها عشان يشوف الطالب فاهم ولا بيتسرع وهو بيحل <applause> ازاي؟ لو قلنا زي هاد ايس كريم وشفت تحتها على طول يجيب لك تحت النقط اجابه تشبه الاجابه الصحيحه بس شايل منها حرف مزود فيها حرف لها نفس النطق بس المعنى مختلف او السبيننج مختلف فبركز وانت بتقرا التحدي لازم تقرا الاختيارات كلها. نمبر 3 It was a day to It was a wonderful day. كان يوما لي كان يوما رائعا. It was a day to remember. كان يوم حلو وما ننساهوش ذكرى حلوه في حياتنا ولا It was a day to sleep عشان ننام فيه ولا فورجيت ننساه ولا هيت طبعا تعبير إن احنا خلنا لسه واخدينه من شويه ات واز ا داي كان يوم للذكرى هتبقى A الإجابة الأولانية نمبر 4 <applause> نور عند رقية stayed in a hotel the sea نور رقية قعدوا في فندق إيه البحر with يعني مع البحر ولا باي بجوار أو بواسطة البحر ولا off بتاع البحر ولا ان في البحر الفندق هيبقى بجانب البحر by the sea فعندنا reading وفي كتاب المعصر هو في صفحه 62 our trip to the sea رحلتنا الى البحر جايب لنا صوره بنوته اهيت ولابسه العوامه ومعاها كرة ملونه طيب تعالى نخش في الموضوع Last weekend, we went to Damietta to see grandma and grandpa. <applause> ناتي الأسبوع اللي فات رحنا دمياط عن نشوف شنو نشوف جدو تيتا. Who lived by the sea اللذان يعيشان بجانب البحر. We swam in water which was deep and blue. سبحنا في البحر أو في المياه التي كانت عميقة وزرقاء. We saw lots of fish. رأينا الكثير من السمك عند أن أكتب وأيضا رأينا السمكة. سمكة أخطبوط ركز بقى كلمة تو في نهاية الجملة المثبتة معناها أيضا تو جت في الآخر أو معناها أيضا أيضا رأينا أخطبوط جراند با كوت أفيش جدو ستات سمكة which جراند ما ميد انتو lovely ديش اللي تيتا لنا أه وجبة جميلة We ate the meal and I had a healthy dessert bananas, apples and frozen yogurt أكلنا الوجبة وحلينا تحلية صحية إيه التحلية الصحية اللي هو حلهم بإيه موز تفاح وذبادي مثلج We saw some old photos and sang a song شفنا صور بعض الصور القديمة وغنينا أغنية But time was short بس الوقت كان قصير The day wasn't long. لم يكن اليوم طويلا. We felt happy. شعرنا بالسعادة. It was a day to remember. لقد كان يوم للذكرى. We will go again soon. Early September. سوف so نذهب مرة أخرى قريبا في مطلع شهر سبتمبر. نقراها بالإنجلش بقى بدون عربي خالص. Our trip to the sea. Last weekend, We went to Damietta to see grandma and grandpa who live by the sea. We swam in the water, which was deep and blue. We saw lots of fish and an octopus too. Grandpa caught a fish which grandma made into a lovely dish. We ate the meal and had a healthy dessert, bananas, apples, and frozen yogurt. We saw some old photos and sang a song. But time was short. The day wasn't long. We felt happy. It was a day to remember. We will go again soon early سبتمبر. هنلفوا تطبيق كده على الماضي البسيط في صفحة 64 من كتاب المعاصر The cat, a mouse yesterday. القطة عملت FR إمبارح. Catch a mouse؟ لا يا دكتور مش هينفع Catch a mouse. ليه؟ لأن أنا عندي كلمة yesterday. ويستر دي تدل على زمن الماضي البسيط. يبقى لازم اكون حافظ تصريفات الافعال وتصريفات الافعال اللي في صفحه 63 دي حفظه زي اسمنا كاتش دي الماضي من كاتش كوت يبقى ذا كات كوت ا ماوس يسترداي سي اي يو جي اتش تي السبيلنج بتاع كوت سي اي يو جي اتش تي نمبر 2 ماي مام نقط buy some food last weekend برضو عندي فيها كلمة لاست وكلمة لاست تدل على زمن الماضي البسيط إذا الجملة في زمن الماضي البسيط إحنا بنتعرف على الجملة من خلال الكلمات الدالة على الجملة أو من خلال الفعل طب هو جايب لي مش موجود يعتبر بايظ طب هتعرف على زمن الجملة منين من الكلمات الدالة الكلمات الدالة اللي تدل على زمن الماضي البسيط زي كلمة يستر في الجملة الأولى وكلمة لاست week في الجملة الثانية وكمان لاست نايت الجملة الثالثة آه كمان في الـ في نمبر 5 لو ركزنا مع بعض هنلاقي آند ترافل to Egypt وسافرنا الى مصر او سافر او سافروا الى مصر فهنا عندي موجوده وبعدها فعل في زمن الماضي البسيط يبقى اللي قبلها برضه فعل في زمن الماضي البسيط طيب الجمله نمبر 6 I felt sick شعرت بالتعب يبقى اللي قبلها برضه ايه؟ ماضي بسيط وممكن يجي مثلا وين وبعدها جمله ماضي بسيط تمام تعالوا نحل مع بعض يلا مام باي سام فود لاست ويكند ماما باي الماضي من باي بوت كده كده صفحة كلها في الماضي يا حبيبي طيب وامتى تاخد الفعل في المصدر لو كان عندي didnt didnt يجي بعدها الفعل في المصدر ماي مام بوت بي او يو جي اتش تي He drew a beautiful tree last night فيها last night تدل على زمن الماضي البسيط يبقى draw هنخليها في الماضي والماضي من draw drew D-R-A D-R-E-W Number 4 We a healthy salad for lunch yesterday هنخلي الفعل make للماضي ليه؟ عشان عندي <applause> كلمة yesterday yesterday يعني امس تدل على زمن ايه؟ الماضي البسيط يبقى We made a healthy salad for lunch yesterday Number 5 they leave their house and travel to egypt انا عندي ليف ده فعل في المصدر يبقى المضارع بسيط وما ينفعش ليه عشان عندي اند وبعدها ترافلد ماضي بسيط يبقى اللي قبلها ماضي بسيط يبقى هاخد الفعل الماضي من ليف وهو ليفت اللي اي اف تي نمبر 6 اي إيت تو ماتش كانتي المفروض اكلته حلوى كثيرا اي فيلت سيك شعرت بالتعب يبقى الماضي من ايت هو 8 ATE number 7 <applause> We all sing a song in the class yesterday. <applause> كلنا غنينا اغنيه في الفصل امبارح. يبقى عشان عندي yesterday تدل على زمن ايه؟ الماضي البسيط. هنحول <applause> الفعل sing من من المصدر للماضي <applause> والماضي من sing هو sang. غنينا كلنا. نمبر 8 I be very tired last night. I went to bed at 8 o'clock. أنا كنت تعبان قوي الليلة اللي فاتت ورحت أنام الساعة 8. طبعا هتبقى إيه؟ I was very tired last night. أخد ال I جاب لي بي بين قوسين. يعني إيه بي بين قوسين؟ يعني عايز فيرب تو بي في الماضي اللي هو was أو were. Uh, was بتيجي مع I و he و she was بتيجي مع I و he و she و where بتيجي مع we you they. we you they يجي معاهم إيه؟ وير وهي وشي وقت يجي معاهم ايه؟ was يبقى هنا I يبقى بعدها was choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة وي ديليشيس كيك yesterday عندي كلمة yesterday باخد فعل اللي هو يصنع في الماضي والماضي من كلمة make هو made الإجابة B نمبر 2 the neighbors noise last night عندي كلمة last night يبقى الماضي الجيران سمعهم دوشه اللي اللي فاتت يبقى ناخد الماضي من هير وهو هيرد اللي هي سي سالي هير لانش بوكس لاست ويك سالي نسيت لانش بوكس بتاعها الاسبوع اللي فات هناخد الفعل عشان لاست ويك هاخد الفعل في الماضي والماضي من فورجيت هو فورجات اللي هي ايه اول واحده نمبر 4 اي A great movie last night طب انت يلا شغل دماغك معايا بدل ما انا عمال بحل وانت قاعد سامعني عند كلمة ايه؟ last night يعني ايه last night؟ ها؟ شطور الليلة الماضية يبقى اخد الفعل في الماضي انا شفت فيلم رائع الليلة اللي فاتت الماضي من سي هو ها؟ so شطور نمبر 5 I had my swimming my swimming test yesterday I 50 meters أنا خلي بالك مفيش فعل عندي في كلمة يسترداي والفعل بتاع الجملة الأولى هاد يعني أخذت امتحان السباحة امبارح أو اختبار السباحة امبارح عمت 50 متر يا عم يعني سويم هاخد الماضي من سويم؟ لا قلشت منك يا معلم يا تبقى سوام الماضي من سويم سوام الأولى نمبر 6 I wet yesterday because it was raining أنا تبلت امبارح لان الدنيا كانت بتمطر الماضي من جيت هو جات اللي هي تاني واحده تصريفات الافعال اللي تحت 1 سي اس دبليو اي الماضي منها سو اس اي دبليو 2 ايت الماضي منها ايت اي تي اي 3 سوام الماضي منها سوام اس دبليو اي ام 4 فيل يشعر الماضي منها فيلت اف اي ال تي 5 wake الماضي منها walk w o k e 6 go يذهب الماضي منها went ذهب w e n t الحفظ يا جماعه لازم يكون عربي وإسباني عربي وانجليزي وسبيننج يعني ايه عربي الكلمه اللي قدامنا دي العربي بتاعها باي نمبر 7 يشتري بالانجليزي اسمها باي اللي بي يو واي الماضي منها اشترى بوت النطق بتاعها بوت السبيلنج بي او يو جي اتش تي يبقى احفظ الكلمه بالعربي مع الانجليزي مع السبيلنج هو مثلث ثلاث اضلاع ما ينفعش فيهم ما يبقاش موجود ضلع بيقول العربي ضلع بتقول فيه النطق بالانجلش والضلع الثالث السبيلنج بتاع الكلمه. نمبر 8 جيف يعني يعطي الماضي منها جيف جي اي في اي يعني اعطى فلاي يطير الماضي منها فلو اف ال اي دبليو يعني طاره